فلسه حسب الدكتوره يوم الاحد هتشرحهم ولا مش هتشرحهم؟ تمام؟ يعني هي كان زمان بيتشرحوا على حسب هيتشرحوا ولا لا انا بحل منهم المره دي. طيب معانا لغايه الميتر من اكتر بارد بس؟ لا معاك البند. هو انتوا كده كده لا ما انتوا مش انتوا بتاخدوا محاضرتين؟ طيب ماشي ما هو غالبا لو ده جزء من الشابتر ما هو الشابتر بيتاخد في سيكشن كده كده هو تشيل كل اربع مسائل بنحل ثلاثه منهم في السيكشن. طيب الاكسل لودد بارز كنا ابتدينا فيها المره اللي فاتت. لو بصينا هنا للشكل ده عندنا بيقول 3 بارز طولهم 125 مللي واللي في النص 124.7 في 3.1 جاب بين البار اللي في النص وبين الجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق اللي تحت دول ريجيد بارز يعني ما بيحصلش فيهم ديفورميشن. تمام يعني لو هيتحركوا هيتحركوا زي ما هم. وفي فورس فوق وتحت ديستريبيوتد لود قيمتها 800 كيلو نيوتن بير متر. حلو؟ اللي تحت كام؟ هو يعني ده كانه رياكشن لان هو متزن. لو كان ده غير ده كان هيبقى بيتحرك. احنا كده كده هو الاثنين 800 كيلو نيوتن بير متر بار. هتلاقي مكتوبه كده في الشيت يعني. في بس غلطه في الشيت هتلاقي مكتوب ان هم الومنيوم ومديك الاي بتاعت البراس. هي الاي بتاعت الالومنيوم عشان لو حليتها بالبراس هتطلع غلط. تمام؟ فهغيرها 70 جيجا باسكال في الشيت عندك. بدل ال 100 يعني خليجي؟ بدل ال 100 70 دي بدل واحد دي خليها 70. طيب هو بيقول لي عايز يعرف الاستريسز في الثلاثة بارز. أول حاجة لازم تعملها إيه في المسألة دي؟ هو دلوقتي في الوضع الاولاني ده قبل ما يحصل ديفورميشن كان هو متشال اللود كله على ايه؟ على اتنين يمين وشمال. يبقى اول حاجه لازم اعملها التشيك بعد تاثير القوه دي على الاثنين دول هينزل مسافه قد ايه. فاول حاجه هنعملها هنقول انه هنفترض انه اللود كده كله متشال على الاثنين دول وهنا 800. يبقى هاجي هقول اف 1 زائد اف 2 بيساوي 800 في كام؟ في 200 صح؟ واقول فروم سيمتري اف 1 بتساوي اف 2 فهيطلع الاف 1 بتساوي اف 2 بتساوي دي بير متر. يبقى دي خليها 0.2 عشان نحولها يعني 160 يعني كل واحده فيهم هتبقى 80 كيلو نيوتن. طب على كده هو هينزل 3.1 بس؟ لا ما لسه بس احنا لسه بنجيب الفورسز اللي على كل واحد من اليمين والشمال هنحسب الدلتا بتاعتهم من القانون اللي ايه؟ قلناه المره اللي فاتت اللي هو اف في ال على اي في ايه. هو دلوقتي ما عشان احسب كده هو هينزل 3.1 بس عشان ما فيش انت ممكن لو نزل مثلا نفترض 0.25 يبقى في فورس ثالثه المفروض المعادله تبقى اف 1. سمعت انا قلت ايه؟ لو 0.25 لو انا جيت حسبت الدلتا بتاعت 1 و2 ولقيتها 25% لسه ما وصلتش يبقى ساعتها الاستريسز هتبقى بتساوي الفورس دي على الاريا بتاعت اليمين والشمال ولا في النص زيرو. فانا بعمل تشيك اتاكد هو متوقع ان هيطلع اكتر من 3.1 هنشوف هنعمل ايه بعد كده بس لازم اعمل التشيك. لو انت كنت حليتها بال100 اللي في الشيت كانت هتطلع اقل من 3.1. طيب يبقى احنا هنيجي نحسب الدلتا 1 والدلتا 2 بيساوي الاف في ال على اي في ايه. هنيجي نكتب كده الاف بتاعتنا اللي هي 80 في 10 اس 3 عشان نحولها لنيوتن في 125 على 70 في 10 اس 3 في 400. كل الداتا دي جبنا هو مديني جامس مودلس ومديني الاريا والطول وانا حسبت الايه؟
الفورس دي هتطلع غالبا بوينت 3 2 حاجه كده فكده هتطلع اكبر من ال 3 من 10. حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه لحد دلوقتي؟ مش انتوا ايش ونسيت؟ يبقى احنا اول جزء احنا اصحاب قوي اصحاب قوي قوي. يبقى عندنا اول جزء بنعمله ان احنا في الوضع الاولاني اول ما حمل كان متشال على اليمين والشمال فبحسب هينزلوا قد ايه نتيجه اللود لما يتشال عليهم هما الاثنين هيطلع اكتر من الثلاثه من عشره. يبقى كده انا عرفت انه هيقفل. يبقى الخطوه الثانيه بقى اللي بعملها هقول ايه؟ هقول خلاص كيس 2 انه اللود متشال على الثلاثه. هو تحت مش لازم ما هو ده رياكشن يعني. ما كده كده بقطع وباخد رد الفعل. اقول ادي اف 1 واف 2 واف 3. برضه من السيمتري عندي اف 1 واف 2 بيساووا بعض. يبقى هيطلع عندي 2 اف 1 زائد اف 3 بيساوي ال 160. دي معادلة واحد اللي عندي. ما عنديش معادلات تاني في الاتزان. خلاص هي معادلة المومنت هي اللي جابت لي السيمتري، جابت لي خدت المومنت هنا الاقي ده في دي في المسافة دي بيساوي ده في ده فيطلع الاثنين بيساووا بعض. فهعمل ايه بقى؟ احلها بالكونتينيوتي او الديفورميشنز اللي حصلت في الجسم بعد تأثير القوة. هنعملها ازاي بقى؟ حد عنده اقتراح؟ ايه؟ ان دول هيقلوا الجزء ده ريجيت. فلما ينزل هينزل كخط مستقيم. خلينا نرسمها بشكل مبسط كده بخطوط اسهل. هنقول ان هو الشكل اصلا كان كده. هيبقى خمسه والاستطال بتاعت الاثنين يعني بتاعت اللي في النص هتساوي استطال الاثنين اللي على اليمين والشمال هتساوي استطال اللي في النص زائد 3 من 10. تمام بالظبط كده. يعني انا قلت ده الوضع الاصلي هنسمي دي مثلا دي اي ودي بي ودي سي. ده كان اول محام. والمسافه دي كانت كام؟ 3 من 10. طيب البار بتاعي بعد التحميل جه هنا صح؟ نزل عن 3 من 10 ونزل شويه كمان، معرفش دي هتبقى قد ايه؟ هي اكيد اقل من دي. بين ال 3 من 10 واللي حسبتها لما كان الاثنين حرين. ليه؟ عشان وهو في الحاله الاولانيه دول نازلين براحتهم وشايلين لود كبير. لكن هو هينزل حاجه اكتر من 3 من 10 واقل من القيمه دي. طيب هو حد يحسبها لنا بس عشان ما تبقاش انا الرقم ده مش متاكد منه، هي بوينت 3 حاجه يعني. طيب من 3 5 3 5 ماشي. طيب يبقى انا هنا بعد تأثير القوة هيبقى عندي دي دلتا 2 ودي دلتا 1 ودي دلتا 3. يبقى انا معادلة الكونتينيوتي بتاعتي عبارة عن دلتا 1 زائد دلتا 1 بتساوي دلتا 3 زائد 3 من 10. في حد مش فاهم الكلام ده؟ طيب يبقى نقول دلتا 1 بتساوي دلتا 3 زائد 3 من 10. في نقطة هقولها عشان أكيد هي بتتسأل من بعض الناس يعني مش كل الناس بتيجي في دماغهم وهي أدق. إيه هي؟ أنا هنا بفترض إن الفورس اللي بحسبها ماشية من الأول. يعني إيه؟ هو الوضع ده صح؟ لا يعني هو في فورس هيمشي في الأول على ال 80 اللي هي كل على الاثنين الأولانيين لحد ما يقفل الجاب بعدين الفورس هتتوزع. لكن هي المراجع كلها بتحل ان هو بياخد الفورس من الاول للاخر حته واحده. ليه؟ علشان الجاب دي حته صغيره وهتدخل نفسك في قصه معقده ان انت هتخش تحسب فورس وبعدين تشوف اللي فاضل من الفورس دي توزعها على الثلاثه. فاهمين احنا يعني؟ فاسهل وكل الناس شغاله كده انه بياخد من الاول للاخر حته واحده فياخد الدلتا 1 ب
بتساوي دلتا 3 زائد 3 من 10. الباشمهندس حضرتك زي ما انت بتقول كده غلط. مش غلط لا ما عشان تطلع صح مش ستريت فورورد يعني مش مباشر تمام. الطريقه الثانيه ان انت هتشوف قد ايه من الفورس هيقفل لك الجاب يعني هتمشي المجهول هو الفورس هتعتبر ان الفورس دي مش 80 او 80 يعني هتاخد جزء منه قد ايه من الفورس دي مش 80 قبل ما اقفل اصلا يعني الجاب هتخلي الوقت اف 1 بتساوي اف 2 بيساوي قصدي في الدلتا هي هتخليها بتساوي 3 من 10 وتخلي الاف هو المجهول. طب ازاي اصلا انا من معادله الالتزام بتاعتي بتقول لي ان انا عندي اف 1 واف 2 وفي سيمتر ما بينهم لازم هو بقى انت جزء من الفورس ما هي عشان كده ما مش هتتحل بسهوله يعني قصه يعني فاهم انت كانك بتقول جزء من الفورس قفل لي يعني كانك وانت بتحمل ال 80 دي بعد 65 مثلا الجاب اتقفلت وال 15 دي هتروح تتوسع يعني فاهم مش هتعرف تحلها يعني تمام. فهو الناس عشان كده بتحل بالطريقه دي. فدلتا 1 زائد دلتا 3 بتساوي دلتا 3 زائد 3 من 10 فيبقى عندي هنا اف 1 في ال على اي في ايه وهنا اف 3 في ال على اي في ايه زائد 3 من 10 فخلاص انا عندي هنا هعوض بقى بالقيم اللي عندي دي 125 ودي ال 70 والاريا 400 ممكن اخد كده اجيب الكلام ده واخده عامل مشترك احط اف 1 ناقص اف 3 تساوي 3 من 10 لان هو نفس القيم يعني دي 124 و7 ممكن مش هتفرق حاجه في النتيجه يعني هنطلع المهم ريليشن بين الاف 1 بتساوي حاجه في الاف 3 هرجع اعوض في معادله 1 اجيب الفورسز اقسم على الاريا اجيب الاستريس. يعني حضرتك انا حاطط هنا يعني ان الاف 1 مش هتتغير اول حاجه من الاول للاخر. من الاول للاخر خلاص هي دي اعتبر لان هو الجاب قليله قوي بالنسبه للطول بتاعه. طب هو هل في السؤال يعني؟ لا هي دي بقول لك لو انت بصيت للحل مش محتاج يقولها لك يعني. تمام انت هي مش هتعرف تحلها غير كده بقول انت لو مشيتها العكس هتلاقي الموضوع عقد منها. عادة الحاجات اللي هي معقدة قوي دي مش بتتحل بالايد. يعني بتتحل بالسوفت وير انت بتدي بالفاينات اليمنت يعني. ان انت بتخش بترسم له المسألة بتدي له باوندري كونديشنز واللوبز بتاعتك عايز بقى تعرف كل نقطة الفرصة عندها قد ايه في اللحظة الفلانية هتعرف. تمام؟ لكن انت هنا بيديك البيزكس بتاعة الشغل يعني لو حاجة انت عايز تحسبها بسرعة فبتحسبها بالطريقة دي. حد عنده سؤال؟ في الكلام ده؟ طيب. نمسح الكلام ده هنا. المسألة دي فيها فكرة مختلفة. عندنا هنا ثلاثة بارز برضو متثبتين من فوق وفي تحت ريجيد بار. بس الفورس مش في النص زي المساله اللي فاتت او سيمتري بتشدهم كلهم بنفس الاستطاله فورس مترحله ناحيه الشمال شويه. ما هنعمل ايه؟ اول حاجه هنيجي هنقول لو انا جيت خدت الجزء اللي تحت هقول ان عندي في فورس بي كده وعندي اف اي بي اف سي دي واف اي اف هاخد المومنت عند الايه مثلا هقول عندي بي في دي على 2 ناقص اف سي دي في دي ناقص اف اي اف في 2 دي دي معادله 1 معادله 2 مجموع القوى في اتجاه الواي بصفر هيبقى عندي اف اي بي اف سي دي اف اي اف بيساوي البي برضو عندي معادلتين في ثلاث مجاهيل اللي هم اي بي وسي دي واي اف فهنستخدم الديفورميشنز اللي حصل الديفورميشنز هنا مختلفه عن المساله اللي فاتت في ايه بقى بالظبط هينزل بميل يعني انت لو هو اللود في النص فهينزل كله كده لكن لو اللود رايحه هنا هتنزل كده ما انت هتجيب علاقه انت عايز علاقه مش عايز كونديشنز هو يعني انا هعمل له حاجه عامه
ما هو انت الحاجه العامه زي المره اللي فاتت ما انت ما كنتش عارف الدلتا قد ايه. انت لو عرفت تجيب علاقه بين الدلتات هتجيب علاقه بين الفورسز وهيبقى عندك علاقه ثالثه هتعرف تحل المساله. طيب هنيجي نرسم برده الشكل بشكل مبسط كده عشان ايه نعرف نتخيله. هنقول ادي الاي سي اي لما ينزل صوت يا باشمهندسين بس لما يجي ينزل احنا قلنا هينزل حاجه مايله كده صح؟ طيب يبقى انا عندي هكتب كده واحده واحده اقول دي دلتا اي اف دلتا سي دي ودي الدلتا اي بي. الخطوه دي في حد مش فاهمها؟ مين؟ في حد قال فاحنا الثلاثه نزلوا احنا مش عارفين قد ايه لكن عارفين الشكل ان الشكل هينزل ده جزء وهينزل مايل ده اكتر منطقي لانه فورس رايحه الناحيه دي. بعد بقى الخطوه دي نعرف نجيب علاقه بين الدلتات. طب ازاي بقى؟ هناخد كده خط فالمثلث اللي هنجيب التشابه بتاعه هو اللي تحت. دي مسافة دي كام؟ اكتبها بلون تاني احسن. دي كده كام؟ اي بي ناقص الاي اف وهنا دلتا اي بي دلتا دلتا مش سيتا دلتا اي اف. هو باشمهندس المثلث ناقص ما يديني العلاقات نفسها لا ليه بقى؟ مش هيديك. انت عايز شبه منحرف؟ اه لا مش هيديك. طب ليه؟ مش مفيش علاقه بين شبه منحرف، العلاقه دي جايه من التانجنت اصلا. مش هو كانه مثلث مقطوع من فوق ونفس النسب الحاجات اللي هي الاضلاع والحاجات اللي جايه الاضلاع المتوسطه والحاجات دي؟ يعني هيبقى يعني مثلا اقول الاي سي على لو مثلا في نقطه هنا الجزء المايل ده على الطول كله دي ايه على ما يعني ممكن نبقى نشوفها بعد سيك يعني خلينا نشتغلها كده وهشوف انا اللي انت بتقوله ده يعني بس هو عاده برضه هي بتتحل كده ان انت اوريدي بتقسمها بتاخد خط عشان تشتغل بتشابه المثلثات مش تشابه شبه المنحرف. هشوف لو هي في العلاقه لو اتعملت الثانيه هتطلع ستايليش انها تطلع نفس النتيجه ممكن اعملها تشيك يعني بس هو نفس الاطوال يعني ما هي ماشي هو دلوقتي العلاقه دي كده دي ودي دي برضه تمام. احنا لو جينا انت بتقول مثلا ان انا اخد دلتا تسمي نقط تحت كده مش دلتا اي بي لا مش صح على فكره دلتا اي بي على 2 دي بتساوي دلتا سي دي على دي قصدك كده هتاخد ده على ده بيساوي ده على ده كنا بس سمي نقط عشان نبقى عارفين بنتكلم في ايه اهو ايه المسافه دي كده اسمها دلتا سي دي اه تمام على دي بتساوي ده على 2 دي لا ده على يعني اللي هو المتوسطين دول ده دلتا الدلتتين على بعض دي ودي اه مش تبقى لا يعني القانون انت قصدك لازم لو عايز تعمل كده يبقى انت عارف انت لازم تمد اه ترجع للقوانين في قانونين في تشابه المثلثات تمام القانونين دول ان هم بقى مش فاكر الواحد لو قدام خطين متعامدين كده تاخد المسافه لازم عندك المسافه من الاوريجن اللي في الانترسكشن اه الانترسكشن بين الامتدادين بتاع دول عشان كده احنا بنحلها كده عشان جايه ببساطه من التانجنت برضو ان انت عندك التان رول بيقول لك ان ده على ده بيساوي ده على ده. طيب نرجع للحته دي هنقول انه دلتا اي بي ناقص دلتا اي اف على 2 دي بيساوي دلتا سي دي ناقص دلتا اي اف على دي يبقى اشيل كده الدي مع الدي ويبقى عندي اف اكتبها احسن لا دلتا اي بي دلتا اي اف بيساوي 2 دلتا سي دي ناقص 2 دلتا اي اف يبقى هيبقى عندي دلتا اي اف هجيب دي الناحيه دي والاي بي اوديها الناحيه الثانيه هكتبها بقى بدلالة الفورسز اف اي اف هشيل ده مع ده يبقى اديني علاقة ثالثة
ان الاف اي اف بيساوي 2 اف سي دي ناقص اف اي دي. حل الثلاثه مع بعض. حل الثلاثه مع بعض هطلع القيم بتاعتي. خلاص عوضنا هنا بالتشابه المثلثات. جبنا بس ظبطنا بقى شويه، جبنا الاي اف في ناحيه والباقي الحاجات في ناحيه. كتبناها بقى بدلاله اف في ال على اف اي، وبما ان الثلاثه ليهم نفس اللينس نفس الاي نفس الاي، فهقدر اجيب العلاقه ان هي اف اي اف بتساوي 2 اف سي دي ناقص اف اي. انا ايه بقى البرنامج اللي انا هحطه اعرف منه ايه على طول؟ يعني ايه اللي انا المفروض لسه لسه انا هحسب دلوقتي. عندي ثلاث معادلات، ادي معادله 1 2 3. هطلع بقى اف طيب احنا عندنا بعد ما نحل الثلاث معادلات هيطلع عندنا ال اف سي دي بي على 3 وال اف اي اف بي على 12 وال اف اي بي 7 بي على 12. هو مدي لك دي؟ هو مدي ال دي جبل دي؟ مش محتاجه في حاجه. مديك الاريا؟ لا ما اعتبرها جبل، انا مديك الاريا. الاريا ايه؟ انت هتحل برموز، لو اداك ارقام هتعوض. بعد ما طلعت الفورسز هتقسم على الاريا لكل بار، يبقى انت جبت الاستريس. خلاص؟ حد عنده سؤال؟ خش على مسألة السيرمال. سيرمال بقى بيقول لك لو انت بتسخن حاجة هتتمدد صح؟ ايوه. هتتمدد قد ايه؟ القانون بتاعها بيساوي الفا في ال في دلتا تي. الفا ده حاجة اسمها معامل التمدد الحراري. يعني بيقول لك مع كل درجة مئوية بيطول قد ايه؟ تضربه في ال في دلتا تي. الدلتا تي هو فرق درجات الحرارة. هتقدر تحسب الثيرمال اكسبانشن قد ايه؟ هو الثيرمال اكسبانشن ده تمدد الحراري. يعني انت لما ايه؟ بس بينه وبين الدلتا. هو دلتا برضه بس ده ثيرمال وده ميكانيكال. هنا ما عنديش فورسز، انا بسخن. انا بتكلم الفا. قصدي الفا. الفا ده معامل خاصيه من خواص الماده، خاصيه ثانيه بيقول لك الاستجابه الحراريه بتاعت حاجه لما بتسخن او تتبرد قد ايه؟ يعني تبع الماده. هو الاكستريم بيحسب الثيرمال ده برضه بيبقى فيه دي حاجه في الماتيريال فوسونز ريشيو دي للماتيريال بغض النظر اللي بيحسب دي. مسألة 9 عندنا 2 بارز، واحد الومنيوم واحد مغنيسيوم، مثبتين فتحتها من ناحيه وفري من ناحيه ثانيه. درجه الحراره الاولانيه 25 درجه مئويه، وهو في ما بينهم الاثنين جاب ملي ونص. بيقول لك انه اسخن قد ايه عشان الجاب دي تتقفل؟ انت واحد دلتا 2 بتساوي المسافه دي. تمام. باول حاجه التمدد اللي هيحصل من ده، يعني ده كده البيم ده هيطول شويه وده هيطول شويه، فمجموع الدلتات بتاعهم هيساوي الواحد ونص. يبقى اقول دلتا الامونيوم زائد دلتا مغنيسيوم بتساوي واحد ونص. الدلتا دي ايه؟ ثيرمال، ما عنديش اي فورسز. يبقى هكتب كده الفا في ال في دلتا تي زائد الفا في ال دلتا تي للمغنيسيوم ده الالومنيوم بيساوي 1.5. يبقى هكتب هنا 24 في 10 اس سالب 6 في 600 في دلتا تي. بتلود عصب بطل لعب بطل لعب يا بابا. بس الدلتا دي هتطلع 60.5. صورنا يعني درجة الحرارة الثانية او سخنت لحد كام؟ لا 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 60 زائد 5 بالظبط، يعني 8 85.5. معلش يا باشمهندس الحته دي تاني معلش عشان مش فاهم. انا طلعت فرق درجات الحراره. تمام. طلع 60.5.
يبقى انا سخنت 60 درجه، بس انا اصلا درجه حرارتي الاساسيه كانت كام؟ 25. فازود ال 60 دي عشان اجيب اللي انا سخنته. تمام. حد مش فاهم؟ خلص المساله؟ لا لسه. بس كده بقى في فورسز بقى في هنا بقى دي شبه المساله اللي حليناها في الاول خالص، ودي لو حليتها بالطريقتين مش هتلاقي في فرق. ايه هما الطريقتين؟ نركز بقى. ان انا دلوقتي الجاكيت قفلت عند كام؟ 85 درجه. فاللي سخن لي عشان اوصل للمية قد ايه؟ 100 ناقص 85. انا سخنت لحد 100 يعني 15 14 14 ونص. الزياده دي هتعمل ستريس بقى. فانا الزياده دي هتعمل ستريس. فانا بقى ممكن ستريس من الاثنين بقى. ما بالظبط هي هتبقى في فورس. بيقول لك هات الاكسيال فورس. هيبقى في فورس واحده على الاثنين. ليه؟ تخيل انه الاثنين بيطولوا مع بعض. فواحد بيضغط او بيضغطوا على بعض، بس القيمه واحده للفورس اللي هي الفورس اللي انا بضغط بيها هي رد فعل الايه؟ السبوره عليا. فاحنا المعادله اللي هنشتغل بيها علشان نكمل باقي حل المساله ايه؟ ان الدلتات سيبك من الموضوع سيجما ميكانيكال. الدلتا توتال بكام؟ بزيرو. الدلتا بقى توتال دي اللي هي الومنيوم ومغنيسيوم. يعني انا هاجي اقول دلتا الومنيوم زي الدلتا مغنيسيوم بعد ال هكتب هنا افتر كلوزنج ذا جاب بيساوي صفر. كل واحده فيهم ليها مركبتين سيرمال وميكانيكال، لانه السيرمال بيزق والميكانيكال بيضغط. طب مين فيهم هيروح فين؟ دي بقى حاجه راجعه للايه؟ للمسألة. هنشوف هما في الآخر في واحد هيضغط التاني أكتر. فاحنا هنيجي هنا في دلتا سيرمال ودلتا ميكانيكال نفس الكلام هنا. فهنيجي هنا هنقول السيرمال هنا بيساوي 14.5 هيبقى 24 في 10 سالب 6 في الطول بتاعه اللي هو 600 14 ونص. طب وانا ليه خدت الطول 600؟ مش هو كان طول شويه؟ ما هو ماشي. انت عايز انت شايف النسبه دي عايز تحسبها مش هتفرق في الحاجات دي ليه؟ هو صح. ترجع بقى تجيب ترجع بقى كل واحد تحسب ال 85.5 ترجع تعوض بيها تلاقي 600.7. فانت بتتكلم في مش 1% واحد من يعني فاهم واحد من ال 1000. فهي قصة عشان كده مش هتفرق ان احنا ندخل القصص دي يعني. ف 24 في 10 اس سالب 6 ف 14.5 زائد الميكانيكال هي المفروض ناقص لان واحدة ده بيسخن والفورس بتضغط يعني. مش هتفرق يعني كده كده الإشارة هتظبط في الآخر يعني. اف في ال 600 على الدي بتاعة الألمونيوم 68.9 في 10 أس 3 في الأريا هيبقى 10. هو مديني إن الدبس بتاع الشيت ده 15 مللي فيبقى 10 في 15 ده الأريا. باشمهندس هو ممكن بس من أول المعادلة هنكتب كده؟ لا بس ثانية بس أكملها وأرجع. طيب نرجع نقول ايه المعادله باختصار احنا عملنا ايه. هو دلوقتي احنا عندك سخن لحد 85 درجه الاثنين اتقفل. ما انا لسه قايل ان انا بزق كده مفيش ده. انا لو بزق ففي فورس وفي رد فعلها بتغير نفس القيمه. لسه بيسخن برضه. لسه بيسخن لحد ال 100 فهو الفرق هيبقى 14 درجه. فال 14 درجه دول بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل تمدد حراري ويحصل انكماش بسبب القوه. مجموع كل ده بصفر لانه مفيش مجال يتحرك لان هو محكوم بين حتتين وكده كده الجاب مقفوله من قبل ما ابتدي اسخن. طيب هو مش ممكن يعني في الاخر اللي يحصل ان ده من ده يتزق صح؟ ده يتزق ده يروح يمين سنه؟ طب ما كده في دلتا حصل. ما هو الاثنين اصلا انت في ايه؟ ما هو كده في دلتا حصل. دلتا دي يعني الاثنين عاملين كده اهو تمام؟ ده سخن زياده في العمل كده اهو. لا ما هو بقى شايف ايدك راحت فين؟
انت ايدك راحت لازم تتحرك. لو انا بص اللي هيحصل من الاخر الجاب مقفوله فيا اما هيتحرك كده يا كده ينضغط. طيب ما هو الضغط التوتال بتاعهم صفر لان هو يعني انت بتتكلم على السيستم اللي هو البار دي والبار دي دول كله المسافه اللي مسموح له يتحرك فيها. ما تتكلمش عن المغنيسيوم لوحده او لا طب يعني هو المغنيسيوم هيتحرك مسافه وده مسافه الاثنين مع بعض صفر. ولو مش واحدة فيهم هيحصل لها بقى باكلينج او هتخرج بره الشيب بتاعها يعني. ما دي حاجة ليها علاقة اسمها باكلينج هتدرسها السنة الجاية. باكلينج ده لو عندك حاجة اكسيال زي اللي بندرسها بس انت بتدوس هيحصل تقوس. تقدر تحسب البي كريتيكال ساعتها. لو البي دي وصلت للبي كريتيكال ساعتها هيحصل الباكلينج اللي انت بتتكلم عنه. عشان هي واحدة بس يعني المادتين مختلفين مش علاقة بالمادة. احنا في اول وتاني شيب عمرك كنا بنقول المادة دي ستيل ولا الومنيوم ولا خشب فاكر؟ تفرقش الفورسز ملهاش علاقة بالخناق خالص. لما نيجي نخش في الاستريسز هتفرق ساعتها لان انت مثلا هو الماتيريال دي بتستحمل ستريس قبل كده. لكن از لونج ان انا بجيب الرياكشنز ولا هتفرق معايا الخناق خالص. ليه نجمعهم مش في فورس جاي كده وفورس العكس؟ هو فورس ورياكشن بتاعها. ما انا بقول لك انت تخيل لو انا بعمل كده ستريس اناليسيس او فورس اناليسيس لضغطتي كده المفروض ان في واحد هما الاثنين كومبريشن الاثنين عايزين يتمددوا والاثنين بالضغط لانه مفيش مكان يعني هي واحده من الاخر واحده هتبقى كده واحده هتبقى كده عكس بعض. انا هنا بتكلم على الدلتا. الدلتا الاثنين فاكرين مش منسين يعني لو جيت كده مسكت الالومنيوم وده المغنيسيوم فالفورس في الحالتين بتعمل بتضغط. من القصة دي هطلع الفورس بتاعتي هتطلع بالنيجاتيف لان انا فرضها بوزيتيف فكان المفروض افرضها نيجاتيف تطلع بستة كيلو نيوتن. طيب في حد انت مش فاهم؟ في حد مش فاهم اللي احنا بنقوله؟ طيب في حل تاني لو زي ما حلينا المساله الاولى مش هيختلف في الحل ده ان هو ايه تاخد المساله من اولها لاخرها يعني تاخد الميكانيكال الميكانيكال والثيرمال على بعض يعني الدلتا بدل ما هكتب دلتا الومنيوم زائد دلتا ميكانيكال مغنيسيوم بيساوي صفر بيساوي 1.5 والدلتا تي ساعتها بكام 75 يعني خدت من الاول للاخر كل مسار حليتها مره واحده مش هتفرق قوي بقى دلتا تي 75 دي اداك طبعا بس انت دلوقتي انا عملت ايه انا قلت الحراره لحد ما قفلت الجاب وبعدين قلت ان الفرصه هتظهر بس بعد ما الجاب تتقفل وده صح لكن تقريبا ممكن احل ايه المساله من الاول للاخر على خطوه واحده لا في الجاب 1.5 بس انا كده كاني فارض ان الفرصه موجوده من الاول تمام ما هو ماشي بس دي اضافه فانا بقول لكم هي مش هتفرق في حاجه المرجع بيحل بالطريقه الثانيه برده اللي هي بياخدها كلها حته واحده تمام. حد عنده سؤال عايز اشوف احنا بنت عايز احل مسالتين بس مش هلحق انا هحل واحده لا كده في انا كواحد قاعد بسمع الفيديو مساله 10 عندك في النص اللي هو السي دي ده معمول من الالومنيوم وحواليه كويل بيسخنه اليمين والشمال بارز ستيل البارز الستيل دي شايله جزء ريجيد وفي ما بين الجزء اللي في النص والجزء الريجيد 7 من 10 متر هو ملوش وزن ما جابليش سيره الوزن فمش هندخلك في الاعتبار. فايه اللي بيحصل لما بيسخن البار اللي في النص 180 من 30 درجه ل 180 درجه عايز يعرف الاستريسز في الثلاثه بار. الريكوايرد نجيب الاستريس هنعمل ايه بقى؟ لا احنا خلينا ناخدها بقى بالطريقه الاسهل ان ناخدها حته واحده بس هنشوف الاول مش فارقه مش ممكن نعمل كده هي الدلتا اللي في النص هتساوي الدلتا اللي على الفرد زائد 7 تمام
يبقى احنا عندنا هنا الدلتا في الاول لازم اعمل التشيك. هو طبيعي هيطلع اكتر من 7 من 10 بس لازم اعمله ان هنا الدلتا سي دي نتيجه الايه الحراره. عايز اعرف المحل اصلا صح؟ ايه لازم اعمل اصلا التشيك ده للمحل صح؟ اه يعني عشان يبان انك فين. انا بقول لنا عايزين درجة اللي تشك بس نص ساعة. طيب يبقى احنا هنحسب هنا 23 في 10 سالب 6 ده الالفا بتاعه الالومنيوم في الطول بتاعه 240 في فرق درجات الحراره هيطلع 0.828 مل يبقى هيطلع اكتر من 7 من 10. يبقى اللي هيحصل ايه؟ انه انا متوقع انه في الاخر ده هيطلع بعد التسخين هيطلع يخبط ويطلع شويه بين 7 من 10 وبين الايه 0.828. يبقى احنا بقى في كذا حل. حل يا اما هتجيب درجه الحراره لحد ما تقفل وتاخد الشويه دول تساويهم بالدلتا، يا اما تاخد الموضوع كله على بعضه. احنا هناخدها كلها على بعضها واللي عايز يحل بالطريقه الثانيه يقارن ان ايه بقى. نعم الدلتا كلها مش الدلتا بتاعته ماشي بس هو بقول لك الريفرنس بتحل كده تسهيلا عشان الفرق مش هيبقى كبير. حلين مقبولين كده كده حلين مقبولين عشان الدلتا صغيره قوي. بتتكلم في 7 من 10 ل 300 فاهم ده اقل من نص في المية. اه لو انا اجيب انا عايز اجيب هيبان في الرسم التمان دي مش موجوده غير نظري. ليه نظري؟ لو ده بيتسخن وقدامه السكه مفتوحه فما ينفعش اساوي دي بالدلتا اللي هتحصل هنا لانه مش هي كلها بالظبط هتروح. يعني لو رسمت هنا هقول ادي الوضع الاساسي بي هنا سي هنا واف هنا صح؟ يبقى ده كده ده الوضع الاساسي. بعد المفروض ده يطلع لحد فين؟ هيطلع لحد هنا دي ال 8 0.828 بس الرقم اللي هيطلع بقى بين دي وبين دي. ثانيه احنا لسه ده اللي ما ايه ودي كان عندي 0.7 هي طبعا لسه مش مظبوطه. في الحقيقه بقى الوضع النهائي هيبقى فين؟ هيبقى هنا ده بي داش سي دبل داش واف داش فهيبقى حته انا ما اعرفش بقى فين. هيبقى حته في النص هنا كده تمام. ناس فاهمه الرسمه دي ان هو ده في النص لو هو حر هيطلع لحد هنا بس هو بسبب ان الاثنين دول حاكمين وهينزل شويه. فانا من الاخر هيبقى عندي الدلتا اي بي اي حاجه بقى مش كده هنا دي عندي شاوي الدلتا سي اه لا ما هي الدلتا واحده يعني انا بتكلم على الدلتا دي خلاص هي مش محتاجه الدلتا بتاعت 7 12 يعني بقى المعادله بتاعتنا دلتا اي بي روما بتساوي الجزء ده ناقص يعني كده دلتا دي الميكانيكا ما دي اللي هتعمل فورس مش مهندسين ما هو فورس لو دول مش موجودين لا تعمل فورس مختلف ما لو دول مش موجودين مش هيبقى فيه فورس لان هو حر يطول هو ما طولش كل اللي هو عايزه هو نزل شويه الشويه اللي نزلهم دول هم دول الدلتا ميكانيكا هم دول اللي بسبب الفورس الكمبريشن اللي عليه انا هنا الدلتا اي بي من الاخر هتساوي 0.128 ماينس دلتا سي دي ميكانيك ايوه صح ده من الجيومتري دي بتساوي الجزء ده كله ناقص ده في بقى حته مهمه قوي هنا انا هنا كاتب ايه
كاتب ده بيساوي ده ناقص. يبقى انا في معادلة الإيكوليبريم لازم احط الفورس اللي على السي دي كومبريشن. تاني يعني انا هنا حاطط اشارة سالبة. سالبة معناها ان انا فارض ان هي بتضغط لان انا حاطط فورس بتنزل. بقى لما باجي بعمل معادلة الإيكوليبريم هحط الفورس بتاعتي كده والاثنين التانيين عكسها اف اي بي واف اي اف. لا اصل ممكن حد يقول ايه هفترض في اي اتجاه، لكن انت الفرض بتاع اتجاهك في معادله الاتزان لازم هيساوي هيبقى ماشي مع الثاني. ازاي السي داش تطلع فوق الخط؟ السي داش ده وضع افتراضي لو هو بيتسخن وحر انه يروح كل المسافه اللي عايز يتمددها. هو ما راحش، هو نزل شويه بسبب ان في قوه عشان الدار الافقي ده نزلها له لتحت. تمام؟ فهيبقى عندي المعادلتين دول مع بعض هحلهم هيطلع بقى الاف سي دي. هنا المعادله هيطلع هيطلع الاف بي اي بي والاي اف بيساوي بعض ب 4.23 كيلو نيوتن والاف سي دي 8.45. هتقسم على الاريا هتطلع الاستريس في كل واحد. غير فين؟ كله نايم خلاص كده خلصنا؟ كله نايم في العصر. لا 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 في ناس ما جابتش